يقول أنا معلم والطلبة يعطوني هدايا، لا بأس تقبلها بشرط بعد الامتحانات بعد النتائج، عرفت شلون؟ بالعطلة الصيفية تقبلها، بس أقول لهم الذي يريد أن يهديني هدية يهديني في العطلة الصيفية، ما أقبل أي هدية طالما أن درجاتك عندي. بعد أن تنتهي الدراسة وتطلع النتائج ينتهي كل شيء، اللي بيهديني يهديني، أما قبل ذلك لا يجوز قبول الهدايا.